اتهامات الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ للبيت الأبيض بالضغط على فيسبوك لفرض رقابة على المحتوى الخاص بكوفيد 19 جاءت على طبق من ذهب لدونالد ترامب. ففي رسالة إلى رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب جيم جوردن، زعم زوكربيرغ أن مسؤولين بينهم موظفون في إدارة بايدن ضغطوا مرارا على فيسبوك لأشهر لإزالة بعض محتوى كوفيد تضمن منشورات فكاهية وساخرة. وأضاف زوكربيرغ أن المسؤولين في البيت الأبيض عبروا عن إحباطهم عندما لم تستجب الشركة لمطالبهم، لكنه تعهد بأن ترفض شركته مثل هذه المطالب مرة أخرى، معتبرا أن ضغوط الحكومة كانت خاطئة، واعتذر لأن الشركة لم تكن أكثر صراحة بشأن الموضوع. البيت الأبيض بدوره رد على اتهامات زوكربيرغ، موضحا أنه طالب بضرورة اتخاذ إجراءات مسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة عندما واجهت الإدارة جائحة مميتة، معتبرا أنه على شركات التكنولوجيا الأخذ في الاعتبار التأثيرات التي تخلفها أفعالها على الأمريكيين مع اتخاذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها. أما ترامب فأكد أن إدارة بايدن التي شدد على أنها تضم كامالا هاريس تفرض الرقابة وتقمع وسائل الإعلام، وهو ما يحدث في الدول الشيوعية على حد تعبيره، وكرر مزاعمه بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة.